السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أخواتي معايا في هذه الحلقة تاع اليوم. هذه الحلقة اللي طلبوها العديد من الأخوات اللي هدرت معاهم في التعاليق، عندهم مشكل ديال النحافة في المناطق الأنثوية، يعني الصدر والأرداف وما إلى ذلك. مهم المناطق الأنثوية. هذه الوصفة هذه قبل ما نعطيها للأخوات، الوصفة راه كتزيد حتى في الخدود، كتعطي واحد الصحة وقوة، يعني كتبني الجسد عن يعني عن صح. وصفة صحية 100%. الناس اللي ميمكن لهمش يستعملوها، الناس اللي غتكون عندهم مشاكل مع هاد المكونات اللي غادي نذكر دابا هما اللي ميمكن لهمش يستعملوها، وايضا الناس اللي عندهم امراض مزمنة وعندهم حساسية هما اللي ميمكنش لهم يستعملوا هاد الوصفة. هاد الوصفة زوينة للاخوات اللي كيرضعوا، يعني المرضعات راها الا زادوا فيها حتى الحلبه راه رائعه. الحلبه كتبقى اختياريه اخواتي اخوان. قبل ما نبداو هذه الحلقه تاع اليوم، دائما كنتمنى من الناس اللي كيزورونا لاول مره، نتمنى منهم يشاركوا معنا على القناه ويضغطوا على الزر الاحمر باش يتوصلوا بوصفاتنا والجديد ديال قناتنا قناه جربوا حكم. فضلا وليس بامر، ولا كانت اخواتي اخواني قناتكم جربوا حكم كتستحق منكم الدعم والتشجيع، فما تبخلوش علينا جزاكم الله خير بالدعم ديالكم والتشجيعات ومبروك عواشركم. تبعوا معي اخواتي. بالنسبه للاخوات اللي بغاو يستافدوا من الوصفه وعندهم الامكانيات انهم يحضروا هذه المكونات هذه، فهاد الوصفه هذه كتستعمل بعد كل وجبه، تتخاذ منها بعد كل وجبه، كناخذوا منها المقدار اللي غادي نذكر لكم في اخر الفيديو، يعني كتخاذ 3 مرات في اليوم. كنعطيكم المده ديال الشهر، الا ما كان عندك حتى شي مشكل صحي كوني على يقين انك غادي تزيدي وبزاف بزاف بزاف في المناطق الانثويه، لانها فيها مكونات جد رائعه، مكونات ما كتخليش لينا البطن ديالنا يتنفخ، والمكونات كتبني لنا الجسم ديالنا وكتحمينا من المسببات ديال النحافه مثل فقر الدم، هو من احد اكبر الاسباب اللي كتؤدي النحافه. خذوا اخواتي واحد الوريقه والستيلو نمالة، واللي ما فهمش دائما شي حاجه يمكن له يطرح السؤال ديالو، او ما عرفش شي مكون يمكن له يطرح السؤال ديالو. فبزاف تاع الاخوات كيجاوبوا في، يعني انا ما جاوبتش ولا شي حاجه، بسرعه كنلقى بعض الاخوات جزاهم الله خير كيجاوبوا الاخوات الاخرين اللي ما كيفهموش اللغه ديالنا. تبعوا معايا اخواتي. المكون الاول الاساسي كيف ما كنعرفوه هو التمر، التمر المعجون، التمر المعجون، او ناخذ التمر ونديروه في البخار، يعني نفوروه باش يولي عندنا التمر المعجون. وكيتباع داك التمر المعجون كيف ما كتشاهدوا هاد القريشلات هادو، فهما فيهم التمر معجون، المكون الاول التمر المعجون. المكون الثاني هو زنجلان، يعني السمسم. المكون الثالث وهو الصوجة. اللي ما بغاش تاخذ الصوجة يمكن تعوضها بالحمص، اللي ما عندهاش الصوجة تعوضها بالحمص. المكون الرابع وهو حبة حلاوة، حبوب حبة حلاوة تكون مطحونة غير محمصة، حبوب حبة حلاوة تكون مطحونة غير محمصة، حبوب النافع حتى هي تكون مطحونة وغير محمصة، الشمر واليانسون مطحونين غادي يكونوا بنسب متساوية. مثلا درنا 250 غرام ديال التمر، نديرو 100 غرام ديال حبة حلاوة 100 غرام ديال النافع، فهما كيعطينا الى خدينا 100 غرام فكيعطينا واحد الكمية كثيرة. نمرجو لي استعملتو حبة حلاوة والنافع، نمرجو منكم اخواتي اخواني انكم تنقيو هذوك الحبوب مزيان، نقيوها مزيان لان كيكون فيها الحصى صغير، يعني الحجر الصغير، نعطيوها الخاطر ونقيوها بحال شكل تاع الزنجلان، حتى هو خصنا نقيوه مزيان. المكونات اللي يمكن لينا نطحنوها يعني نحمصوها، غادي نحمصو الزنجلان ونحمصو الصوجة. الا ما عندناش الصوجة غادي نحمصو، ناخدو الحمص محمص، الحمص محمص الا ما عندناش، ولا يمكن لينا نضيفو حتى الحمص، نديرو الصوجة والحمص. كاين بعض الاخوات ما كيستعملوش الصوجة، يمكن لهم يستعملو بلا ما نطول عليكم اخوات. كاين عندنا 250 غرام ديال التمر معجون، او يمكن لينا نصايبوه في الدار، ناخذوا التمر ونعرضوه للبخار باش يولي عندنا التمر معجون. 250 غرام ديال التمر معجون، 250 غرام ديال الزنجلان، 250 غرام ديال الصوجة او الحمص، 100 غرام ديال حبة حلاوة، 100 غرام ديال النافع، يعني 100 غرام ديال الشمر، حبوب الشمر، و100 غرام ديال حبوب اليانسون. حبوب اليانسون والشمر لا يحم ما تحمصوش، فقط نحمصو الزنجلان وحبة
الزجاج والصوجه والحمص. غادي نقوموا باخذ العجين ديال التمر، نضيفوا عليه مطحون ديال السمسم، نضيفوا عليه المطحون ديال الصوجه ولا الحمص، ونضيفوا عليه مطحون حبه حلاوه ومطحون النافع، ونخلطوا هذيك المكونات كامله باش تعطينا يعني واحد الحلوه بسيطه كيف ما كتشاهدوا، قريشلات كيف ما تيقولوا لهم. ناخذوا منهم معلقه كبيره، نشكلوها بالشكل اللي بغينا، ونخليوها على شكل كويرات. هاد الكويرات غادي ناخذوا منهم جوج حبات، جوج كويرات يعني جوج معالق كبار من هذا الخليط بعد الافطار، جوج معالق كبار بعد الغداء، جوج معالق كبار بعد العشاء، يعني ثلاث مرات في اليوم الا ما كان عندك حتى شي مشكل صحي. انا كان يعني كنبسم لك بان هاد الوصفه هذه الاخوات اللي كاينين في الجنوب يعني في الصحراء جربوها وداوموا عليها، يعني عطاتهم نتائج خياليه في المناطق الانثويه، كتزيد في الوزن وكتبني الجسم بواحد يعني بواحد الشكل رائع صحي 100%. الا بغينا نعطيو للاطفال ديالنا فيكفي معلقه وحده، يعني الا بغينا نعطيو للاطفال ما فوق 6 سنوات معلقه وحده تكفيهم بعد كل وجبه. وبالنسبه للاخوات اللي كيرضعوا، الا بغيت تضيفوا واحد معلقه كبيره ديال الحلبه مطحونه، معلقه كبيره ديال الحلبه مطحونه فما غاديش تبان، ونعجنوها مع هذا الخليط ونكونوا كويرات، ونبداو ناخذوا منهم جوج كويرات بعد كل وجبه مع كاس ديال الحليب طبعا، اولا مشروب ساخن مثل مشروب الزعتر ولا مشروب اللويزه، ولا من غير الشاي والقهوه، من غير المنبهات. الا بغينا نستعملوا شي وصفه للزياده في الوزن، نتبعدوا على الشاي، نبعدوا ما نشربوش منهم بزاف، لان ما كيعطيوناش يعني الشاي والقهوه، رغم اننا ما غاديش نتخلاو عليهم، انما ما نكثروش منهم. ناخذ واحد ياغورت مع هذه الوصفه، ولا على حسب الامكانيات، اولا ناخذ كاس ديال الحليب دافئ، اولا مشروب شاي ساخن من غير مثلا مشروب الزعتر، مشروب اللويزه، مشروب النعناع، كاع المشروبات اللي كتفتح لينا الشهيه وما كتخليش لينا انتفاخات. بالنسبه للاخوات والاخوه اللي ممكن لهم شي يستعملوا هذه الوصفه هذه كيف ما قلت لكم، الاخوات اللي عندهم مشكل ديال الحساسيه، اللي عندهم امراض مزمنه، اللي كيستعملوا شي تريتمون تاع الدواء، المراه الحامل، هاد الناس هادو دائما كنوصيهم انهم يستشروا مع الطبيب ديالهم قبل ما يبداو اي وصفه باش يتفاداو المشاكل الصحيه اللي كتجي من بعد. بالنسبه اخواتي، نتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه هذه، لانها رائعه رائعه رائعه. كنديرها ودابا كما كتعرفوا عاشوراء، كثروا من يعني تناولوا الفاكهه، كيف ما كتناولوا الفاكهه، الفاكهه فيها الزبيب، فيها الحمص، فيها التمر، فيها الشريحه، فيها يعني زوينه الفاكهه. دابا ناخذوا دائما يوميا ناخذوا جمرات ثلاثه من الفاكهه، رائعه حتى هي كتزيد في الوزن. الفاكهه دابا كيف ما كنعرفوا حنا في عاشوراء موجوده في اي بيت. الحمص راه كيزيد في الوزن، الشريحه والتمر كيزيدوا في الوزن. المهم اننا ما نكثروش من الحوايج اللي غادي ناخذوهم في القياس ديالهم باش ما نتفاداو مشاكل صحيه اخواتي اخواني. ونتمنى انكم تشاركوا هذه الوصفه مع الاخوات اللي محتاجين ليها، اللي عندهم مشكل ديال الضعف في الخدود، الارداف، الصدر، بزاف ديال الاخوات عندهم هذا المشكل هذا. والا ما كان عندكمش هذا المشكل يعني بسببه مشكل اخر، يمكن لينا دائما نمشيو عند الطبيب ديالنا. الا ما كان الوصفه الطبيعيه جربنا منهم بزاف وما عطاوناش النتيجه، نمشيو عند الطبيب ديالنا باش نعرفوا السبب اخواتي اخواني. ونتمنى الله يرفع علينا هذا الوباء في القريب العاجل باذن الله، والله يشافي الناس اللي مراد، والله يرحم الناس اللي توفاو. ونتمنى اخواتي اخواني انكم تردوا البال يعني تصنتوا الجهات المختصه، المصادر الحقيقيه من الجهات المختصه اخواتي اخواني، والله يرفع علينا هذا الوباء باذن الله. نتمنى ان تكون هذه الحلقه نالت الاعجاب ديالكم، وسمحوا لي الا طولت عليكم، والى اللقاء في حلقه قادمه باذن المولى عز وجل.